حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بودكاست مع أسيد 4 رمضان. حلقة اليوم هي تتابع لحلقة 3 رمضان. حلقة اليوم عن معركة قرية الكاف وعن الغزوة الوهابية الثانية لشرق الأردن عام 1923. في الحلقة السابقة تكلمنا أن القوات الأردنية سيطرت على منطقة الكاف أو قرية الكاف، وذلك بعد غزو الوهابيين للأردن. وفي حزيران من عام 1923 حاولوا الوهابيين السيطرة على قرية كاف، وصدهم في ذلك الوقت الجيش النظامي الأردني، وقتل 14 من أفراد هذه القوة الغاصبة الغازية. ونتيجة لهذا الاعتداء تم تشكيل قوة من أبناء البادية لحماية قرية كاف، وكان أغلب الفرسان من هذه القوة البادية من أبناء قبيلة بني صخر. وهذه القوة العسكرية كانت بقيادة الأمير شاكر، وكانت تتجول هذه القوة في الصحراء بالقرب من وادي السرحان، وكان الهدف من هذه القوة وتجوالها هو أن يرسلوا الإطمئنان لأبناء القبائل والعشائر المقيمين في هذه المنطقة من أجل التحضر لصد أي غزو يأتي من جديد من الحركة الوهابية. بعد معركة كاف حصل مؤتمر في دولة الكويت، وفشل هذا المؤتمر، وكان يحضر هذا المؤتمر مندوبون ووفد من الحكومة السعودية والحكومة الأردنية، وتمسك وفد المملكة العربية السعودية في هذاك الوقت بأن يبقوا في وادي السرحان وفي الجوف، وتمسك الوفد الأردني بأن يبقى في قرية كاف. وتمسك الوفد الأردني بمطالب عديدة، ومنها وعلى رأسها التعويض ودفع ديات القتلى بعد الغزوة الوهابية الأولى التي كانت على إمارة شرق الأردن. وتمسك الوفد السعودي بالعديد من المطالب، وكان على رأس هذه المطالب بأن طالب الحكومة الأردنية بالتعويض بألف جمل وأربعين رأس من الخيل، وأن يدفعوا 80,000 ليرة في هذاك الوقت كتعويض عن مما ادعوا فيه في هذاك الوقت إن قبيلة بني صخر وضعت يدها على قوافل التجار القادمين من نجد إلى سوريا. كما طالب الوفد السعودي بتغريم قبيلة بني صخر على وجه الخصوص بمبلغ 200,000 ليرة في هذاك الوقت، وكان ذلك من أجل وضع السلامة للتجار النجديين القادمين من الحجاز ونجد إلى سوريا. وفي شهر تموز من عام 1923 هاجم ما يقارب 13 رجل من الحركة الوهابية بعض عمال سكة الحديد الحجاز الأردني، الذي كان في هذاك الوقت يعملون على مده ما بين محافظة الزرقاء ومنطقة السمراء، وبالفعل قتلوا 4 من العمال. بعد هذه الحادثة أرسل الأمير شاكر مجموعة من العسكريين لتعقب هؤلاء الجناة الغزاة، وبالفعل التحموا معهم وقتلوا 2 منهم وألقوا القبض على الباقين. وكان لابد من الحكومة الأردنية في هذاك الوقت بأن تجعل في هؤلاء درسا لا ينسوها الغزاة، فقاموا بحكم الإعدام عليهم. وفي 16 تموز تم تنفيذ حكم الإعدام في ساحة الملعب الروماني في عمان. وفي صيف عام 1924 بدأوا من جديد الإخوان الوهابيون بالتجهيز من جديد لغزو شرق الأردن، وتم إسناد هذه المهمة للأمير عبد العزيز بن مساعد الذي كان في هذاك الوقت أمير منطقة حائل. وبالفعل أصدر الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة حائل الأمر للوهابيين وأعوانهم بأن غزوة شرق الأردن ستكون ثاني أيام عيد الأضحى المصادف لعام 1342 هجريا. وبالفعل بدأوا الوهابيون بالغزو، وعندما وصلوا على بعد 10 كيلومترات من قرية الكاف صادفوا موكب للعسكريين الأردنيين لتموين القوة المقيمة في قرية كاف، وكان تعدادهم 18 جندي أردني و40 فارسا من فرسان قبيلة بني صخر، واستولوا الغزاة الوهابيين على هذه القافلة وقتلوهم جميعا.
واستمروا في المسير إلى أن وصلوا العمري واستراحوا هناك ليلا. وفي اليوم التالي بدأوا بالمسير إلى أن وصلوا إلى قصر المشتة واستراحوا من جديد هناك. وكان ابن نهير هو قائد هذه الجيوش، وقسم جيشه على النحو التالي. قسم جيشه إلى 4 أقسام. القسم الأول كان من أجل غزو قرية الطنيب واللبن، والقسم الثاني لغزو قرية أم العمد، والقسم الثالث لغزو قرية القسطل وزيزية، والقسم الرابع قسموا إلى قسمين، قسم من أجل الذهاب ومحاربة وغزو الموقر، والقسم الأخير من أجل حماية القافلة التي معه من أجل الحفاظ على المؤن والسلاح والذخيرة. وكان من حسن الظن أن بعض الرجال من القافلة التي صادفوها عند قرية كاف عملوا نفسهم أنهم أموات بين القتلى. وعندما ذهب الوهابيين باستمرار بالمسير إلى شرق الأردن، هرأ هؤلاء المقاتلين اللي عملوا حالهم ميتين بين القافلة، ونبهوا أبناء قبيلة بني صخر.